إذن مشاهدينا، قانون النفط والغاز الإطار القانوني الذي يكفل إدارة الحقول النفطية في البلاد وإدارة الثروات، وهذه العملية مناطة بشركة وطنية يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذه الأمور. ورغم المميزات التي يمنحها هذا القانون بأي نسخة من نسخه الثلاث المقدمة، إلا أنه لم يرى النور وظل حبيس سنوات من التأخير والتأجيل والخلاف وملف رئيسي على طاولة الحوارات بين المركز والإقليم، فنصوصه غير خاضعة للتوافق. بغداد تتمسك برأي المحكمة الاتحادية الذي أكسبها الشرعية بما لا يقبل التمييز في إدارة الحقول النفطية، فيما تتمسك أربيل بمسارات الضغط والمماطلة لتحريف هذا القانون عن مساره الدستوري كما أقرت المحكمة الاتحادية وإدخاله في صالة العمليات السياسية. وبين آراء غير متناهية لا بد من حسم هذا الملف، ملف تنظيم العلاقة النفطية بما يضمن عدالة التوزيع بين المحافظات العراقية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وتزامنا مع احتفالات الشعب العراقي المستمرة منذ ليلة أمس بتتويج منتخبه الوطني بكأس البطولة الأهم خليجيا والتي خطفها من المنتخب العماني بعد مباراة مجنونة حبست فيها الأنفاس حتى الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية، أعيد الكأس لخزائن العراق بعد 35 عام من الغياب، وقد أعيدت معه روابط الألفة والمحبة مع الأشقاء من بلدان الخليج العربي، وطوت مرحلة تذكر لا تعاد. وفضلا عن كون البطولة بنسختها الحالية فتحت آفاق متعددة للعراق من بوابة مدينة السندباد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، عضو الإطار التنسيقي الأستاذ علي الزبيدي. أهلا بك سيد علي. كما نرحب بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم، وأيضا بعد قليل سيكون معنا مباشرة عبر سكايب أستاذ القانون الدستوري في جامعة ميسان دكتور ماجد مشباسة. وأهلا بكم مشاهدينا وبضيوفنا الكرام. بداية نبدأ معك سيد علي، ما مدى أهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز بهذه المرحلة التي يمر بها العراق من الجوانب الاقتصادية خصوصا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذ ليث وحيا الله مشاهدي ومتابعي قناتكم الأكارم. أولا نبارك للعراق شعبنا العراقي من شماله إلى جنوبه فوزه بكأس الخليج 25، هذا الدوري الذي حرم العراق منه لمدة أكثر من 40 عام، والحقيقة استخرج أسود الرافدين هذا الكأس من فك الأسد في طيلة هذا الدوري الذي شد الأعصاب وشد الشعب العراقي بأكمله. نبارك لشعبنا مرة أخرى، شعبنا الكريم الذي سادته الفرحة وسادته الغبطة بانتصار أسود الرافدين. نعود إلى ملف النفط والغاز. ملف النفط والغاز سيدي العزيز ملف الحقيقة يشوبه الكثير من التعقيدات والمشاكل، وهذه المشاكل الحقيقة هي مشاكل اقتصادية واستراتيجية وحتى سياسية انعكست على الموقف السياسي بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد. الحقيقة هناك عدة قوانين صدرت من بغداد ومن القضاء في الإقليم في عام 2005 وفي عام 2007 وفي عام 2022 في عام 2020. حقيقة هذه القوانين كلها كانت عندما يصدر الإقليم قانون، هذا القانون يصب في مصلحة الإقليم، وعندما ترد الحكومة الاتحادية بقانون
اتحادي وقانون يقسم الثروات بالعدالة بين أبناء الشعب كما هم أهل البصرة وأهل العمارة وأهل الناصرية، وغدا قد يكون في محافظات أخرى مثل حق العكاز في الغربية في الرمادي. فكذلك قانون نفط الغاز الحقيقة يجب أن يقسم بالعدالة. نحن نشكل على قضاء كردستان الذي أصدر عدة قوانين في 2007 و2005 و2020. هذه القوانين حقيقة لا تجيز لحكومة كردستان أن تتصرف هي الأمر الآلي لأنها أقليم ضمن حكومة اتحادية. طيب لكن إذا تسمح لي أقاطعك سيد علي، يعني شنو سبب كل هذا التأجيل كل هاي المدة؟ معقولة يعني كل هاي المدة إحنا نصدر ننتج النفط ونستخرجه ونصدره وما عندنا قانون، بينما الأقليم عدى قانون لتصدير النفط أو استخراج أو التعامل يعني مع الثروات النفطية؟ سيد القانون موجود، عندنا شركة سومو، شركة المنتجات النفطية، هي من تتولى تقسيم الثروات، لأن أي ثروة تخرج من باطن الأرض في خارطة العراق هي ملك للشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. هذا بحسب الدستور، مو قانون النفط والغاز. هذا 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 حسب الدستور. نعم. والدستور لن يسمح لأي محافظة أن يستخرج فيها النفط أن تحتكر هذه المحافظة، وبنفس الوقت هناك منافذ حدودية في المحافظة بالإضافة للنفط، هناك منافذ حدودية لا تسلمها الحكومة الاتحادية، وبنفس الوقت تطالب حكومة الإقليم بزيادة حصتها من الموازنة إلى 14% حسب الظاهر. لكن أنا أعتقد أن حكومة كردستان يجب أن تراجع قراراتها. الموازنة يجب أن تسلم واردات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، ونعتقد في طيب. زمن السيد العبادي أوقف رواتب الموظفين إلى أن تسلم الحكومة الاتحادية، والحقيقة كانت هذه المسألة هي شد وجذب بين الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن. نرحب بك مرة أخرى سيد مهدي. النسخ الموجودة أو القراءات لهذا القانون المطروح حاليا الذي يفترض أن يطرح أمام البرلمان للتصويت عليه ويكون قانون لدى الدولة العراقية للتعامل مع النفط والغاز والثروات الطبيعية التي يجب أن توزع بالتساوي على الشعب العراقي، هذه النسخ هل تضمن عدالة التوزيع فعلا من نظرتكم وخصوصا للأكراد؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك وقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين وضيوفك الكرام، حياك الله. أبارك شعبنا الكبير شعبنا العظيم بهذه بمناسبة فوز منتخبنا، الفوز اللي أفرح وأثلج قلوب جميع العراقيين من إقليم كردستان إلى الفاو، وهاي يعتبر واحدة من الإنجازات اللي تحسب اساسا بالرياضه للاتحاد لوزاره الشباب للحكومه في هذه المرحله، ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله من نصر الى نصر باذن الله تعالى. جنابك يعرف انه قانون النفط والغاز من اهم القوانين اللي يجب ان تشرع باعتباره ينهي كل الخلافات اللي موجوده بين الاقليم والمركز. نعم. وهذا القانون كان يجب ان يشرع من 2006 من كان مان جلال الله يرحمه رئيس الجمهوريه بحضور جميع رئيس الحكومه في حينها سيد نور المالكي ومدحت المحمود رئيس القضاء، كل في جلسه واحده، وكان تصريح كامل وتعميم كامل انه يجب تشريع هذا القانون لغايه 2007، واذا لن يشرع وبحضور الكل وموافقه الكل، اذا لن يشرع اقليم كردستان سوف يقوم بتشريع هذا القانون باعتبار لديه التزامات، لديه شارع، لديه الى اخره من هذا الامور، ولكن مع كل الاسف المماطله من جميع الاطراف الى يومنا هذا لن يشرع هذا القانون ما اضطر، وخاصه في 2014. طيب. جنابك يعرف ان ما تعرض عليه البلد من حرب داعش من نازحين الى اقليم كردستان، بإضافة إلى قطع موازنة إقليم كردستان نهائيا مما أضطر استخراج النفط وبيعه وشركات إلى آخره، ولكن الآن أستطيع أن أقول لك كل هذه الخلافات بإذن الله تعالى هناك قبل تشكيل الحكومة وبعد تشكيل تحالف إدارة الدولة تم وضع ثوابت. هذا التقارب سيد مهدي، هذا التقارب ما بين المركز والإقليم الحالي
تعتقد راح يساعد على إقرار هذا القانون؟ أكيد 100% باعتبار أنه قلت لك يعني هناك هذه ثوابت كل مكون طرح ثوابته وطلع طرح كل ما متطلبات اللي مطلوبة من عنده إلى هذا التحالف، وتم الاتفاق على من ضمن هذه الثوابت هي تشريع قانون النفط والغاز إضافة إلى موازنة إضافة إلى مادة 140، كل الثوابت تم والحمد لله. هناك خطوات إيجابية حقيقة لهذه الحكومة والسيد محمد الشيع السوداني، يحسب له هذا الأمر باعتبار لديه نية صادقة من أجل حل هذه المشاكل. والدليل على كل هذا اللي أقول أنه هناك وضعت توقيتات زمنية لكل مشكلة، من ضمنها قانون نفط الغاز من 3 أشهر إلى 6 أشهر تشريع هذا القانون. وأكد لك أنه هناك كانت قبل يعني قبل هذه الحكومة كانت دراسة في وزارة النفط، ووضعت هذه الدراسة بالبرلمان من أجل قرار هذا القانون. وهناك عدة مقترحات، وسيكون خلال هالفترة هاي ما تتعدى باعتبار 6 أشهر، باقي 4 أشهر تعدى مننا شهرين. سيكون مرضي لكل الأطراف أكيد 100% هذا القانون بهذه النسخة المعدة بالضبط، لأنه لا سامح الله أي إشكالية. وأنا أؤكد لك أنه حكومة إقليم كردستان جادة، وأيضا حتى حكومة المركز الآن في هذه المرحلة باعتبار التحديات اللي أمام الحكومة وأمام الشعب العراقي وأمام هذا البلد تحديات كبيرة، اقتصادية سياسية اجتماعية أمنية، إضافة إلى أنه هذه المرحلة يجب أن يكون لا تكون عودة إلى مربع الأول، مربع الاقتتال الداخلي اللي مرينا به قبل أشهر مع كل الأسف. لهذا السبب هذا كان ناقص خطر، وأعتقد الكل متفق على عبور هذه المرحلة بإيجابية، ولا يخدم أي طرف أنه يكون هناك إشكالية بين جميع المكونات الموجودة بين الإقليم والمركز، وحتى يكون هناك استقرار سياسي أمني بكل الأمور اللي يطرحها. نرحب ايضا باستاذ القانون الدستوري في جامعه ميسان الدكتور ماجد مشباس. اهلا بك دكتور، ضيفا كريما عبر سكايب. واود ان اسالك عن الجانب القانوني في والدستوري في ملفنا هذا. العراق شلون كان يصدر طيله هذه السنوات بدون وجود قانون للنفط والغاز؟ حياكم الله، تحيه طيبه لجنابك الكريم ولكادر قناتكم ول ضيفيك أو ضيفك الكريم، لأنه ما انضميت لحضراتكم من البداية. نعم، معنا أستاذ مهدي وأستاذ علي. نعم، تحية طيبة لضيفيك الكريمين، وكذلك أتعاطف مع ما تفضل به زميلي أنه نبارك للشعب العراقي انتصر بلقب خليجي 25، مبارك لهم وإن شاء الله لإنجازات قادمة. فقط للتصحيح، انا استاذ القانون المدني في جامعه ميسان. عذرا دكتور. نعم احسنتم. ما يتعلق بكيفيه اداره الثروه النفطيه في العراق، بالتاكيد هناك مجموعه من القوانين النافذه، ولكن قوانين قديمه هي قوانين خاصه بوزاره النفط وقوانين خاصه باستخراج وتصدير الثروات النفطيه في العراق. وهذه القوانين بطبيعة الحال قوانين اتحادية يفترض تكون نافذة على حكومة المركز وعلى حكومة الإقليم، ولكن ما بعد التغيير الدستور العراقي أشار بإشارة دستورية، لأنه هناك بعض القوانين فيها إشارة من الدستور، أشار الدستور العراقي إلى تشريع قانون خاص بالنفط والغاز وبالثروات النفطية. مشروع هذا القانون من 2007 ولغاية الآن لم يوافق البرلمان العراقي بتشريع هذا القانون، وكما يعلم الكافة ذهب إقليم كردستان إلى تشريع قانون خاص به، والمحكمة الاتحادية فصلت بعدم شرعية هذا القانون وعدم دستورية هذا القانون. ويعلم الكافة أنه منذ صدور قرار المحكمة البات ولغاية الآن، وبالتأكيد حكومة إقليم كردستان لم تنصاع لهذا القانون، وهو ما أوقعها بمحظور قانوني ومحظور دستوري، لأنه جميع العمليات وجميع مسائل الاستخراج والتعاقدات ما بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت باتة، لأنه يفترض على كافة السلطات أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية الذي لا يقبل الطعن بأي شكل من الأشكال، وهو بات وملزم. كذلك لو تكلمنا عن إمكانية، الآن ضيفك الكريم تكلم عن إمكانية تشريع القانون، وأنا
أتأمل وغيري من المختصين يتأملوا، لأنه قوت الشعب العراقي متعلق بالثروة النفطية، أن يوفق البرلمان بتشريع هذا القانون. ولكن بالوقائع عندما نتكلم في الأرقام، الأرقام تشير إلى 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 نظرة متشائمة. البرلمانات العراقية على مرها هي برلمانات زعامات كتل سياسية، وليست برلمانات نواب وإرادة نيابية حرة. طيب. في الأعم الأغلب. لكن يبدو أن هناك إرادة، دكتور إذا تسمح لي أقاطعك، يبدو أن هناك إرادة سياسية لإقرار هذا القانون، وهناك تقارب ما بين الأطراف المختلفة سابقا، لكن بالمقابل يوجد مخاوف من أن يحصل توافق سياسي حول إقرار هذا القانون المهم. لكن هل يمكن المساومة على خيرات الشعب؟ هو كنت أتسلسل لحضرتك وأقول أنه لا زالت الكرة بملعب الزعامات وليست بملعب أعضاء مجلس النواب، وأقول في العام الأغلب، لأن هناك بعض النواب لديهم إرادة حرة، ولكن هذه الإرادة لا تشكل شيئا أمام الأعم الأغلب من النواب الذين يأتمروا بأوامر ونواهي زعماء الكتل السياسية. إذن فيما لو لم يوفق كما ذكر جنابك الكريم، نعم هذه المخاوف موجودة، لأنه بالأرقام، خلي ما أروح معك بعيد، البرلمان السابق على 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 مدة المدة كاملة لم يوفق بتشريع أكثر من 95 قانون على مر 4 سنوات. البرلمان الحالي رغم ما صاحبه من تحديات لم يوفق، أكمل سنة من عمره، سنة ونيف الآن، سنة وأشهر، لم يوفق سوى بتشريع قانون، يعني على ما أتذكر حظر التربيع مع الصهيوني وقانون الأمن الغذائي الذي لنا ما لنا عليه من ملاحظات. كذلك الدور الرقابي لمجلس النواب، سيدي الفاضل يعني أرجو أن تعطيني وقت لأوضح هذه المسألة. وقتنا ضيق دكتور، لكن دعني أسألك من جانب آخر إذا تسمح لي دكتور. أكو مشكلة إذا صار توافق سياسي للتصويت وإقرار هذا القانون المهم بالمرحلة الحالية مع الالتزام بالدستور ومع قرار المحكمة الاتحادية؟ ويفترض هذا واجبهم الآن، يفترض الآن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هي وقعت في حرج كبير أمام ما تفضلت به المحكمة الاتحادية من قرار. الآن واجبهم أصبح لزاما ضروريا على رؤساء وزعماء الكتل السياسية أن يمرروا أو يتفقوا إرادة سياسية تكون للاتفاق على تمرير هذا القانون. سيد الفاضل لو سمحت، الآن حتى الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب، ولو هذا الموضوع لكنه في سياق عمل مجلس النواب، هناك نص المادة 9، ما أروح للقوانين أكثرها، نص المادة 9 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 يحظر على عضو مجلس النواب بأي حال من الأحوال التوسط لغرض التعيينات أو التوسط في التعاقدات أو أي شيء من هذا القبيل. قبل أيام يظهر، دعني من الكلام الكثير الذي نسمعه، قبل أيام يظهر رئيس مجلس الخدمة الاتحادي في برنامج على شاشة قناة الرابعة مع الإعلامية منى، وتسأله السؤال الآتي: هل هناك أعضاء مجلس نواب اتصلوا بك لغرض تعيينات وما شاكل ذلك؟ أجابها بالإيجاب: نعم اتصلوا لأشخاص خاصتهم أو أشخاص أقاربهم. سيد الفاضل حتى الدور الرقابي لعضو مجلس النواب شو يعني؟ يروح لي للوزارة يتدخل بشؤون يرتكب جرائم ويقع بالمحظور القانوني بعلم، لكن أو بدون علم. لكن كما ذكر دكتور، البرلمان الحالي باختلاف ربما عن الدورات السابقة، وأنتقل بهذا السؤال لكم سيد علي، هذه الدورة البرلمانية ربما فعلا مختلفة عن الدورات السابقة، لكن هل لمستم لدى هذه الدورة الجدية الحقيقية بإقرار هذا القانون والتصويت عليه؟ أم ممكن للخلافات السياسية أن تظهر وتطفو على السطح وتحول دون ذلك؟ الحقيقة من دون القدح في وطنية البرلمانيين، الأخوة البرلمانيين الآن الحاليين هم مطالبون من 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 ممثليهم، من شعبهم، أن يكون تشريع القوانين هو لمصلحة الشعب أولا، وأي قانون أهم من قانون النفط والغاز؟
قانون النفط والغاز كما تفضلت هو قوت الشعب وهو الشريان الحيوي للاقتصاد العراقي اليوم، بما أن الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد على تصدير النفط والغاز. الآن سيد العزيز أود أن أفتح نافذة أخرى في الحديث. الآن أوروبا تعاني من شحة الغاز، والعراق يمتلك الحقيقة احتياطي كبير من الغاز، بإمكانه أن يفتح قنوات مع أوروبا عبر تركيا وعبر قنوات أخرى، ويمكن أن يبني العراق اقتصاده من الغاز كما بنت قطر اقتصادها من الغاز، وكما بنت روسيا اقتصادها من الغاز، وكذلك الدول الأخرى الدول الخليجية. فأنا أعتقد أن العراق لديه ثروات هائلة جدا، ولكن ليس هناك عدالة في التقسيم كما نعاني اليوم. يعني عندما تقدم البصرة وكركوك والعمارة والناصرية وكذلك الأنبار لاحقا، تقدم يعني مشتريات مبيعاتها ضمن شركة سومو، شركة توزيع المنتجات النفطية، أو عبر الحكومة الاتحادية عبر وزارة النفط ووزارة المالية. فيجب أن تحذو حذوها حكومة إقليم كردستان، حكومة إقليم كردستان حكومة من في داخل خارطة العراق وليست خارج العراق، وليست حكومة الحقيقة يعني خلينا نقول إن صح التعبير مقابلة للحكومة العراقية، بل هي جزء من العراق، وعليها أن تأتمر بأوامر الحكومة الاتحادية وبالمحكمة الاتحادية، ولا تصدر بيان وتقول أن قرارات الحكومة الاتحادية قرارها ليس ملزم لحكومة كردستان، المحكمة الاتحادية قرارها ملزم لكل العراق وكردستان جزء من العراق. طيب سيد مهدي، يعني كردستان ملتزم بهذا القرار من المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز خصوصا بالإقليم، الكرد راح يوافقون أن شركة سومو هي من تدير الثروة النفطية، لو عندهم رأي آخر؟ لا عزيزي الغالي، أولا يعني حكومة إقليم كردستان وإقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق بتصريح الزعيم مسعود البرزاني وحتى من كل القيادات اللي موجودة. طيب كل من يقول لك غير هذا الكلام مع حبي واحترامي، هذا واحد. اثنين، جنابك يعرف انه اساسا هذا تشريع هذا القانون هو بحد ذاته انهاء كافة الخلافات اللي موجودة بين الاقليم والمركز، باعتبار كل جهة تعرف اللي لها واللي عليها. وهناك عدة مقترحات من بخصوص هذا الموضوع تم طرحها في وزارة النفط وتداوله وتهيئة الأمور اللي كافة بها وتحويلها إلى مجلس النواب خلال الفترة القادمة. أنا أكد لك إياها باعتبار أنه إحنا الخلافات الماضية لو نرجع هسه راديو فساعتي نشرح لك إياها، يلا تعرف تشوف من الحق ومن الباطل، هذا كله ذبه وراء ذلك باعتبار أن نحن نمر بالتحديات أخي. إحنا لكن مثلا النائب علي نصيف ترى أن هناك اتفاقات سياسية ضاغطة على قرار المحكمة الاتحادية، قرار المحكمة الاتحادية لنظم العلاقة النفطية، وأي تدخل بهذا القانون سوف يشوه شكل القانون. أنا أقول لك أكو جهات ما تقبل استقرار، ما تحب استقرار العراق باعتبار هناك استقرار بين الإقليم والمركز أو اتفاق بين، هناك كثير من الجهات مع كل الأسف. طيب خل أقول لك على أنه قرار محكمة الاتحاد ضمن الاتفاقات اللي صارت بتجميد كافة قرارات المحكمة الاتحاد إلى حين تشريع قانون النفط والغاز، هذا مسلم ومنتهي من عنده، والحكومة قامت بهذا الأمر والكل ملتزم بهذا. إذن هناك ضرورة تحتم على كل الكتل السياسيه باعتبار البلد يا اخوان يمر، كان يعني لو نرجع شهرين ثلاثه اليوم قبل تشكيل الحكومه اللي مرينا به اقتتال داخلي يعني حرب اهليه مرينا به مو قوتره، هذا 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 جعل كل الكتل السياسيه والقاده السياسيين انه يشعرون بخطر هذا البلد. لهذا السبب هناك اتفاقات، هناك جديه لكل الاطراف بتشريع هذا القانون، وليس هذا القانون، كثير من القوانين اللي تهم البلد. فعلا ذكر الاخ العزيز الاخير انه قال مجلس النواب ما مشرع لها، ولكن في هذه المرحله عليه الزاما ان يشرع هذا القانون باعتبار انه مصلحه البلد فوق كل شيء، وان كان سابقا كل هالخلافات. انت من تقطع عليه في 2014 وشش اصلا الاقليم كردستان بدا يصدر ويروح ويبيع لانه انت انا عندي حرب مع داعش نازحين 4 ملايين فوق راسي، انت تقطع عليه كل حتى الموازنه كل ما يقول كهرباء قطعت عليه، يعني ايش راح اسوي يعني؟ اذا كان مجبر
على هذا القانون. طيب. وهناك اتفاقية ومقبولية لدى أكثر من مرة أقليم كردستان. إذا تسمح لي، الناس يعني تتخوف من قضية الاتفاقات، يعني على تصويت على أي قانون كان تتخوف، خصوصا إذا صار أكو ربط كما يرغبون الأكراد حاليا. أكو بعض الأنباء والمعلومات تؤكد أن الأكراد يريدون ربط إقرار هذا القانون بالموازنة العامة أو إقرار قانون الموازنة العامة، أو يفضلون إقرار هذا القانون قبل الموازنة من أجل المساومة بين الإقليم والمركز. شوف أستاذ، زمن المساومات أعتقد انتهى، باعتبار أنه هنا الآن في هذه المرحلة وذكرت لك إياها، إحنا وصلنا إلى حرب أهلية يا أخي، ليش ننساها؟ هاي 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 وصلت مو البلد راح للانهيار لا سامح الله إلا الفوضى، ولكن هناك كانت حنكة حتى من تدخل من زعيم مسعود البرزاني، مشت العملية السياسية وانتهى خال المشكلة رئاسة الجمهورية وإلى آخره. كان البلد أمام مرحلة خطيرة وهذا توجب على الكل. تجنبك قلت أنه يعني تخوف. نعم. الآن هذا التخوف أصبح أمام أمر واقع حال، يا أما فوضى يا أما السير بالعملية السياسية ووقوف أمام هذه التحديات بكلمة واحدة باتفاق واحد. أما أنت يعني أرجع وأقول لك كثير من الشخصيات كثير من الكتلسات لا ترغب لأنه عيشتها على الفوضى مع كل الأسف، ولكن أؤكد لك إياها وأؤكد لك إياها وأؤكد لك إياها أنه هناك نية صادقة ومخلصة لدى كل الأطراف في هذه المرحلة أن يكون هناك أولا، وليس فقط هذه الداخلية حتى خارجيا يا أخي. هناك الأخ العزيز أيضا طرح فكرة أنه الحرب الأوكرانية حرب الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، الولايات المتحدة والصين حرب اقتصادية، الملف النووي، كل هاي أمور ضاغطة حتى على أوروبا والشتاء اللي موجود وملف الطاقة اللي ضاغط عليهم. يجب أن هناك خطة استراتيجية، يجب أن يستقر العراق في هذه المرحلة، ومن ضمن هذا الاستقرار أن يكون استقرار داخلي. إذن هناك اتفاقات ستكون، يعني أنا ما أستغرب ليش واحد من كيف أن يكون هناك اتفاقات واستقرار وينتهي الموضوع. طيب أعود لك دكتور ماجد، إذا تسمعني، الإقرار هذا القانون يعني بأي طريقة كانت مو ممكن أن يحافظ على الثروات الطبيعية خصوصا على النفط من التهريب والسرقة مثلا؟ متفقون، ولكن قبل ذلك حضرتك ما سمعتني، كنت بودي أن أتداخل مع الأخ الضيف الكريم. اتفضل. الأستاذ مهدي ذكر معلومة غاية في الأهمية وغاية في الدقة، وذكر قال هناك اتفاق سياسي على تجميد قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بالنفط والغاز خاصة. نعم. هذا ما فهمته، وخاصة بإقليم كردستان لحين إقرار هذا القانون، صحيح؟ هذا اللي سمعته دقيق أستاذ مهدي؟ لو نعم 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 صحيح أستاذي، صح. نعم أحسن. أنا فقط بودي لأنه أنظر للمسألة من الناحية القانونية. تفضل. أنا أقولها أمامك وأمام المشاهد الكريم، مثل هكذا اتفاق هو باطل من الناحية القانونية، لأنه جميع الاتفاقات التي تخالف النظام العام وتخالف الآداب العامة هي باطلة من الناحية القانونية، والنصوص الآمرة تعتبر من النظام العام. سيد الفاضل، موضوع نفط الإقليم وتصدير نفط الإقليم هو مخالف لنصوص آمرة في الدستور العراقي، وهذا ما أقرته المحكمة الاتحادية. لذلك ليس من سلطان أعضاء الكتل السياسية أو مجلس النواب أو الحكومة أو حكومة إقليم كردستان الحالية أو السابقة أن تتفق مثل هكذا اتفاق، ومثل هكذا اتفاق باطل من الناحية القانونية، وأقول من الناحية القانونية الصرفة. أما ما تفضلت به الآن وهو مسألة أنه تشريع هذا القانون، نعم يا سيد الفاضل متفقون، تشريع هذا القانون هو شنو اللي يخلي، ذكر ضيفك الكريم أكو ناس تعتاش على الفوضى وتعتاش على الخراب، نعم أتفق، هو شنو اللي يخلي القانون لحد الآن غير مشرع؟ هذا القانون يسد جميع الأبواب وجميع الأفواه التي تطمع أو تسعى للتجاوز على المال العام أو ثروات العراق. هذه ثروات الأجيال، وهذه الثروات ملك الشعب العراقي بنص الدستور، بغض النظر عن جنسه ولونه وطائفته ودينه. إذن سواء كان المواطن الكردي أو المواطن
العربي السني او العربي الشيعي او غيره من الـ من الـ من القوميات والديانات، جميعهم الان ملاك لهذا لهذه الثروه، وهذه الثروه تحتاج الى تنظيم. الدستور يقول تنظم هذه الثروه بقانون. اذا الان لزاما على مجلس النواب الحالي ان يسارع الخطى بمساله تشريع هذا القانون. ونعم، تشريع هذا القانون هو من يجعل للعراق مرتبة وقدرة تفاوضية الآن، حتى إذا ربطت الموضوع بالأزمة الأوكرانية وسوق الطاقة العالمي، هو من يجعل للعراق سلطة تفاوضية عالية بكثير من الملفات، حتى الملفات السياسية وحتى ملفات الأمن الداخلي. واضح. وتأثير العراق بالخارطة الدولية هو من خلال تنظيمه للثروات، الثروة السيادية، وأقصد بذلك الثروة السيادية الأولى، وأقصد بذلك ثروة النفط والغاز. أستاذ القانون المدني من جامعة ميسان دكتور ماجد مجباس، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لك دكتور، وكذلك الشكر لكم عضو الإطار التنسيقي الأستاذ علي الزبيدي، وأيضا الشكر لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم، شكرا لكم. شكرا. وأيضا مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونبارك لكم هذا الفوز العظيم الذي حققه المنتخب العراقي يوم أمس، مبروك لكم. وكذلك للحديث أكثر عن تفاصيل هذه المناسبة وهذا الملف، نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد، المدرب الكروي عبد الإله عبد الحميد. أهلا بكم سيد عبد الإله، ومبروك لكم هذا الفوز الذي تحقق. أهلا وسهلا بحضرتك وبالجمهور قناة الأيام، ومبروك للشعب العراقي كافة هذا الإنجاز الكبير اللي تحقق في وقته حقيقة. حياك الله. بداية كابتن، إلى أي درجة كان العراق والكرة العراقية خصوصا محتاجة هذا الفوز؟ والله من زمان، من 2007 احنا ما ضايقين يعني طعم الفوز بأي بطولة، كل البطولات كانت يعني يخرج العراق معدها من الأدوار الأولى. هذا الفوز تحقق بعد هذه المعاناة خلال يعني سنين طويلة، وبالأخص في بطولة الخليج ما كان لنا حظوظ في كل البطولات اللي جرت بعد 2003. آخر بطولة كانت 1988، وقبلها 1984، وقبلها 1979. وهذا الفوز الحقيقة أجا في وقته لإنعاش الكرة العراقية وإفراح هذا الشعب المكبوت رياضيا حقيقة. يعني احنا عندنا جمهور ما موجود معدة بكل العالم، محب لكرة القدم وعاشق لها وذواق، فهذا الفوز جاء في وقته، وإن شاء الله أنه يتكرر في بطولة آسيا القادمة. طيب، بعد هذا النجاح منقطع النظير الذي شهدناه بنجاح العراق وجهاتها المختصة بتنظيم هذه البطولة من أول الافتتاح حتى حفل الختام، نجاح كبير، كان ممكن نتوقع أنه بعد أن يشهد العراق إقامة واستضافة بطولات أخرى؟ نجاح هذا التنظيم الحقيقة أبهر الضيوف قبل العراقيين، وكان افتتاح رائع، وحتى البطولة كلها جرت بانسيابية عالية، والختام كان ختام مسك بالفوز وايضا بالقضايا التنظيميه، وهذا راح يشجع كل دول العالم خاصه دول المنطقه بالتوجه بالمشاركه في اي بطوله ناطتها الاتحاد كره القدم. هذا النجاح يعني اشقاء الخليجيين اقروه قبل
القنوات الإعلامية العراقية، وما كانوا يجاملون لأن شافوا أنه تنظيم وكل الأجواء هي أجواء فرح وأجواء كرم وأمان. حقيقة كانت الصورة ملتبسة أمامهم بعد ما شافوا هذا النجاح، هذا الأمان، هذا الكرم، هذا التنظيم، هذا العشق الكروي. أكيد أنه راح يشجعون إن شاء الله أنه يكون يعني البطولات القادمة، خاصة أنه بطولة العرب ممكن أنه تناط بالعراق وفي البصرة الحبيبة، وراح تكون يعني فرصة لأمام الجمهور العراقي والجمهور الأفريقي العربي والجمهور الآسيا العربي في بطولة كأس العرب. راح تكون هناك حقيقة من أفضل البطولات راح تكون المستقبل، راح يشجعون هذا. طيب بالنسبة للعراق يعني عنده إمكانية أن يستضيف بطولات أخرى بهذه الصورة التي شهدناها، مستعد أن ينظم هكذا بطولات بعد أن أثبت العراق يعني إمكانيته الفنية واللوجستية؟ ثبت هذا يعني هذا التنظيم اللي شفناه أنه في بطولة الخليج، ثبت أنه عنده إمكانيات بعد أعلى، لأنه الحقيقة يعني كل الجهات شاركت في هذا العمل، ابتداء من رئاسة الوزراء إلى محافظة البصرة ومحافظة البصرة وزير الشباب ورئيس اتحاد كرة القدم والإعلام، وكل الجماهير أيضا نجحت البطولة بشكل أنه يعني كانت الأجواء هي أجواء مثالية بالنسبة لأي جمهور. يعني احنا حتى شفنا بكأس العالم أنه كان بعض المنغصات بين الجمهور، ولكن الجمهور العراقي كان بمستوى المسؤولية. فإذا يعني كل عوامل النجاح لأي بطولة راح تكون حاضرة إن شاء الله بالمستقبل. طيب حرمان العراق المنتخب العراقي من استضافة هكذا بطولات وحتى المشاركة ببعض البطولات بالسنوات الماضية، هذا الموضوع يمكن انتهى. هذه البطولة ونجاح العراق ونجاح المنتخب بالحصول على الكأس إلى أي درجة سيؤثر من الجانب إيجابي على الكرة العراقية؟ طبعا يعني هذا الحظر المفروض على العراق من 4 أخوات تقريبا، يعني أتصور أنه كان حظر ظالم من الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي وقت اللي حضر للبصرة، هو إذان لرفع الحظر. احنا نتمنى أنه يكون القرار بأسرع وقت بالكونغرس القادم أنه يقررون رفع الحظر حتى يقدر العراق أنه يستضيف ويشارك بالتصفيات كأس العالم المقبلة في المباراة تكون في العراق، وليس أنه احنا دائما محرومين من مساندة الجمهور ونشترك في دول أخرى شقيقة أو صديقة. فهذا ما كان عامل مساعد أنه العراق يوصل. أنا متأكد أنه لو كانت المباراة في العراق بهذا الجمهور، احنا في كل دورة لكأس العالم احنا ممكن انه نكون يعني من ضمن العدد المسموح بالمشاركة. فنتمنى انه ان شاء الله هذا رفع الحظر يكون بأسرع وقت بعد ما شاف بعينه رئيس الاتحاد الدولي وحضر وشاف الأمان اللي هم كانوا يتعكزون عليه دائما انه يقولون العراق هو غير آمن، شاف انه يعني في كل محفل بكل مباراة في تجوله في البصرة كان انه كل عوامل الاطمئنان والامان هي موجودة. فنتمنى ان شاء الله انه رفع الحظر يكون في اسرع وقت حتى ياخذ العراق حقه واستحقاقه في كأس العالم. طيب يمكن كابتن انت شهدت اغلب بطولات الخليج، هل فعلا كانت خليج والأجمل من بينها؟ طبعا يعني انا يعني حضرت هي اكثر البطولات حضرتها، ولكن يعني كانت الدوره 17 اللي بقطر. نعم. قطر يعني الامكانيات العاليه، هذه الدوره اللي كانت اتصور يمكن 2005 او 2004 ما اعرف يعني، بس هي الدوره 17 هذه كانت تقريبا الاجمل من خلال يعني الفتره قبل البصره. ولكن البصرة يعني مو أني اللي أقول أنه هي الأجمل،
ولكن يعني كل الإعلام الخليجي وكل الدول المشاركة في البطولة هم يقولون أنه هذه البطولة هي كانت الأجمل، لأنه ما شايفين هذا الجمهور نهائيا، حتى بالمسابقات العالمية ما شايفين أنه هذا الجمهور 65,000 متفرج في الملعب وخارجها أضعاف مضاعفة. وهذا يعني كرة القدم هي شعبيتها بالجمهور وديمومتها بحضور الجماهير الشغوفة، فهذا هذا العامل يعني حقيقة ما متوفر بأكثر دول الخليج مع احتراماتي لهم. فإذا أنه فعلا هي كانت دورة الخليج 25 بصرة هي من أجمل البطولات، وخاصة أن المباراة النهائية هي زينتها بالإثارة واللعب الجميل والمنافسة الشريفة. طيب باعتبار ذكرت قضية الإعلام، يعني تعاطي الإعلام الخليجي وصف بالتعاطي الإيجابي مع بطولة خليجي 25، لكن إلى أي درجة برأيك كابتن أسهم بإنجاح هذه البطولة وربما حتى رفع الحظر عن العراق؟ الحقيقة يعني تحية إعجاب للإعلام الخليجي، وخاصة برنامج الكأس كان له دور مؤثر جدا في إنجاح البطولة وتسليط الأضواء عليها وشد الجماهير سواء كانت في العراق أو خارج العراق. يعني سمعت من أصدقائي اللي موجودين خارج العراق أنه متابعتهم للبرامج الخليجية وخاصة برنامج الكأس كانت مثيرة وجميلة جدا. هذا الدور هو كان دور مساعد لإنجاح البطولة، وهذا ما جاء اعتباطا بعد ما شافوا أنه كل الأجواء هي أجواء مثالية، وشافوا أنه الشعب البصري والشعب العراقي بصورة عامة هو شعب محب للرياضة، محب للسلام، محب للأمان. فهذه كانت يعني مساهمة من الإعلام الخليجي بإنجاح البطولة أكيد 100%. طيب يمكن جذع النخلة ما قصر مع الجمهور، لكن شهدنا يوم أمس يعني هذا التوافد الكبير، توافد مليوني من الجمهور العراقي المحلي خصوصا على المباراة، محاولة مشاهدتها ودعم المنتخب العراقي ودعم العراق، لكن هذا الزخم الكبير ما أثبت يعني الحاجة إلى بناء تحتية وملاعب أكبر ربما من جذع النخلة؟ هذا يعني حقيقة ما سمعناه من دولة رئيس الوزراء أنه راح يكون دعم لإضافة ملاعب. أنا استغرب أنه ملعب موجود، إحنا عندنا 89,000 ملعب التاجيات، ما شفنا أنه يعني بأي دورة لحكومة أنه التفتت وكملت هذا الملعب. الحقيقة إحنا نحتاج إلى ملاعب عملاقة. احنا محبين لكرة القدم كالبرازيل، البرازيل عندهم ماراكانا 220,000، احنا بنحتاج الى ملعب يعني اقل شيء انه يكون 100,000، وهذا الملعب اتصوره انه يعني شبه جاهز ومناسب، مكانه مناسب على الطرق. فاشوف انه الحكومة جادة انه تستمر باضافة هذا الملعب للعمل، ما يحتاج لأي شيء، وإن شاء الله أنه يعني وعد رئيس الوزراء بدعم الرياضة ودعم الملاعب. طيب دعم الحكومة الحالية يمكن كابتن كان كبير، وشهدنا بالافتتاح وطيلة مباراة البطولة حتى حفل الاختتام، نتوقع أنه يكون دعم أكبر بالمستقبل خصوصا بعدما أثبتت الرياضة العراقية أهميتها حتى على الصعد الدبلوماسية والسياسية. العراق يعني عاد للمحيط الخارجي من خلال هذه البطولة. شفنا انه الرياضة شلون ساهمت يعني بجلب الانظار الخارجية على نقطة المباراة في البصرة والعراق. فاشوف انه يعني هذا الدعم متأكد انه راح يكون مضاعف بعد ما لمست الحكومة وعلى رأسها دولة الرئيس محمد الشاع السوداني انه لمس انه حاجة الرياضة لدعم اكبر، لانه تأثيرها تأثير ايجابي لإسعاد الشعب، وهذا اهم شيء. انه اللعبة الوحيدة اللي كرة قدم تشد الجماهير وتفرحهم، وشفنا انه الاعراس لحد الان هي قائمة. فاذا اسعاد الشعب هو مطلب،
وان شاء الله انه يتنفذ يعني كل ما وعد به دوله رئيس الوزراء ان شاء الله. طيب الكره نجحت باعاده هذه الروابط، روابط الاشقاء والمحبه مع الاشقاء من بلدان الخليج المختلفه. فعلا هذه الروابط الرياضيه خصوصا كانت سبب بطوي يعني صفحه ومرحله نتمنى ان لا تعاد. اكيد انه يعني شفنا انه الجميع التف حول العراق في هذه البطوله، ولانه شافوا يعني كل شيء هو عكس ما كانوا يسمعون. السمع هو غير الشوف، وقت اللي شافوا انه هذا يعني هذا الامان او اول 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 نقطه انه العراق كان الصوره مشوشه امام الجميع، جميع خاصه الجهات اللي لها غرض بانه يكون العراق هو دائما مستهدف، فشافوا انه يعني كل اللي سمعوه هو غلط، والامان والترحاب والكرم واسعاد الضيف. ما اعتقد انه دوله من الدول خاصه بالمنطقه وحتى الدول العالميه انه تترحب هالشكل بخصومها الرياضيين. احنا خلينا نسميهم احنا بالرياضه نصح لهم خصم. نعم. احنا كنا مع الخصم كالاخ ومساندين، وحتى كل المباريات اللي جرت كان الجمهور العراقي يحضر ويآزر كل المنتخبات وكانما منتخبه. فاذا الروح الرياضيه هي متشبعه بالجمهور الرياضي ومشبعه بهذا الشعب العظيم، ونتمنى انه الصوره هي تبلورت امام الجميع ولا عوده للماضي ان شاء الله. قبل ان نتوجه بالشكر لكم كابتن، نود ان نتوجه بالشكر للجمهور العراقي وكل من التزم بتوجيهات الحكومه يوم امس والعيارات الناريه باعتبارها هي غير من مظاهر الحداثه والرقي والثقافه. شكرا لهذا الجمهور، وشكرا جزيلا لكم كابتن عبد الله عبد الحميد المدرب الكروي، كنت ضيفا كريما علينا في حصادنا لهذه الليله. شكرا لكم كابتن. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. الى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكريم الى ختام حصادنا لهذه الليله، ومبروك للشعب العراقي.